السلام عليكم، صباح الخير. كي صبحتوا بخير؟ لاباس اخوان. اليوم جينا نعدلو اطلاله على هذا الخليه كما كتلاحظوا معنا. ما شاء الله، اللهم بارك. راه نحل بدنينا في الغطاء، ما شاء الله. كان محتاج الاطارات، حنا تعطلنا عليه شويش في الزياده ديال الاطارات. تلهينا اليوم هاد واحد 4 ايام دابا باش ضيفت ليه الشمع، ومع ذلك بنا تبارك الله الشعل الشمع وزاد في هاد المقطع هذا، ما شاء الله، اللهم بارك وزاد في ذلك. شفنا العسيله ديال واحد 3 اسابيع ما شاء الله. ضفنا ليه جوج اطارات اللي هما مبهدلين، يعني ضفنا اكثر من 3 ديال اكثر من 4 ديال الاطار، جوج للتحت وجوج للفوق. ما شاء الله نحل، يعني نحتاج الاطارات بشكل كبير ونحل ماشي. وحتى بالنسبه للرحيق، موجود الرحيق في الحقل العليا باش لاقي باش يبني. ما شاء الله، اللهم بارك.